أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتين وهنا اليوم كمان أنا رح أكون المذيعة ومعنا ضيفة جدا مميزة ضيفة يعني على قد ما سمعنا أكلاتها صرنا مشتهيين عن قديش أكلاتها زكيين صرنا مشتهين أنه نذوقهم وبدي اعرفكم عليها معنا ندى الحسن أهلا, اهلا وسهلا فيكي فيك وراح ندردش اليوم مع بعض ونحكي عن سر هالاكلات الزاكية وهالنفس الحلو اللي يعني صرنا حابين انه نجربه هون احنا والمشاهدين ويتعلموا منك الطبقات اللذيذه كيف حالك الحمد لله اهلا طبعًا. وسهلا نورتينا اليوم عارفين طبعًا. عن حالك هيك بشيء أه يعني ما اول شيء انا خايفه صراحه لا عادي يعني هاي اول مره بالعكس أهلا وسهلا هيك مرتك هون بس مبسوطه اني معكم واحنا كتير وإني مبسوطين واني رح اشارككم التجربه البسيطه بالعكس يعني ريحه الاكلات حبيبي ندى موهوبه جدا وزي ما قلت لكم على قد ما سمعنا الاكلات كتير ذكيين فحبينا هيك نشوف الاسرار اليوم نستخدمهم مع انه الوصفات بنعرفهم بس في توتش يعني وانا عم بقرا الوصفات في اشياء غريبه انا حبيت اتعرف عليهم حبيبتي. كمان حبيبتي اهلا وسهلا ايش أهل 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 رح تعملي لنا اليوم اليوم رح اعمل لكم سلطه باذنجان وفتة دجاج حلو فته لبيه حلو كلها نعم. اكلات كل حدا بيقدر يعملها كلها اشياءها موجوده عندنا من البيت بس رح نعملها بطريقه ندى حبيبتي شكرا. ناخذ اول وصفه بلش باول وصفه يلا هلا انا آه دقيقه هلا بس يطلعوا لنا yeah. بس سلطة الباذنجان بدنا ثلاث حبات باذنجان حجم متوسط ثلاث حبات من البندورة أربع حبات بصل أخضر كمشة من البقدونس المقطع ناعم نص حبة فليفلة حارة ونص ليمونة ثلاث معالق كبيرة زيت زيتون معلقتين كبار من دبس الرمان سن ثوم صغير رشة ملح ورشة فلفل يلا اوكي بدنا نبلش uh... بوصفه سلطه الباذنجان الباذنجان هلا mm. انا قليته وجهزته اوكي اوكي هم ثلاث حبات عادة مقليين mm. uh, وبنحط تحتهم ورق عشان, عشان يقدر ينشل. يغب الزيت mm. uh, بندوره mm. مقطعه زي تبعون أيوة. طبعاً بس لسفرما. شوي اكبر بصل اخضر في ناس بحبوا يستعملوا البصل حبيت اضافته بحب انا البصل الاخضر uh, بحسه اخف شوي uh, دبس رمان تومان فلفل حار للي بحب طبعا لانه في ناس بلاقوه كثير حر ملح م. فلفل وليمون وزيت حلو بدك تلتصقيهم بالجات أطبيقهم. ولا بدي لانه أه أنا ندردش نحكي مع بعض عاده انا بحط صراحه أه البصل مع البندوره اوكي وبغمرهم بالزيت الزيتون وكل الخلطه وبخليهم يتشربوا قبل بوقت هاي الوصفة من وين ندى يعني اقول لك صراحة هي وبقية وصفاتك آه وصفاتك لا الزكين. انا كل الطبخ لما تعلمته آه تعلمته وانا بالغربة حلو يعني انت يعني بايام ما كنتي لسه مش متزوجة مش مج... لا لما تجوزت وتغربت بلشت تعلمت كلياته بالغربة ما في, في ولا شيء بالبيت ما عمري لا ماسكة يعني كنت مدللة وانت يعني هيك شيء <applause> <applause> بس حالت. انه كلياته آه صراحة يعني آه طعمه طعمة يعني بالضبط. ما في شيء يعني وانت بالغربه اشتقتي للاكلات اللي كنتي تاكليها هون فصرتي يعني تعلم كنتي ترني على والدتك مثلا أرن على امي اقولها ماما كيف بنعمل مثلا فلاني. بديت بالاشياء البسيطه مم. وبعدين كله على هوا الذوق وال... وال والطعمه صرت صرتي انا ازيد هاي اول مره صراحه بعمل ريسبي يعني بعمل آه أكلة وبكتب لك لأن عادة <applause> كل شيء بالنظر بيكون كتير لو أسهل ما لما طلبت من ندى بقول أعطينا المقادير فأنا لا أنا ما بكتب مقادير أنا بعطي هيك كتير أسهل لأنه كل بده آه طبعا هو بالذات الطبخ على فكرة دايما حتى نحن لما نكتب وصفاتنا بنتغلب هلا هون حطينا ملح عشان ما نحكي للمشاهدين آه حطيت حطي زيت زيتون وليمون أيوة فلفل شوية ملح 100% هلا انا بحاول ما ازيد كثير لانه بتعرفي كل واحد على هوا طعمه طبعا وبعدين الباذنجان اكيد بتملحيه آه قبل القليل لا مو ولا ما عشان لا. ما يشرب زيت على طول بحطه يعني بقصه وبحطه انه ما يكون كثير آه والله انا بحس انه ما بفرق مش بيقولوا انه الملح ما بيخليه يشرب زيت بحسه نفس الشيء كله بينزل بيشرب زيت مية هو بس انت يعني انا ما بحط على طول بقصه آه بحطه بالهاي بدي اذكر مشاهدينا انهم بيحضرونا على صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال وقد ما بتقدروا شيروا الحلقة واكتبوا لنا تعليقاتكم وشاركونا وإيش بتحبوا تسألوا ندى اسألوها يعني ندى بدنا نستفيد اليوم من وجودها وتلبيق النكهات مع بعض هلا هاي بنخليها على جنب حلو هاي لحالها هيك قصة هي لحالها هاي وبعدين خبزة وتغميز أنا باخذهم لا لا خليكي خليكي خليك خليك. هلا هاي هيك بخليهم على جنب وبعدين لما بنيجي بدنا من نطبق بحط كل شيء هلا رح ابدا اعمل اه بدك تكمليها هلا هاي لا انا لانه بدي اياها لسه تشرب الـ الـ اه السوس بدك تخليها وبعدين بنحط الباذنجان طيب ايش بدك تعملي هلا طيب هلا قولي. بدك مخلينا نبلش نحضر شوي للفته اوكي لانه يعني هو معناته خلينا ناخذ الوصفه الثانيه نشوف اول شيء قديش ايش للفاصل طيب اعطينا الوصفه الثانيه لو سمحت طيب معناته هلا رح نطلع بالوصفه الثانيه عشان هاي تاخذ حقها تاخذ حقها تشرب ايوه وكل المقادير ندى يعني بقى. على التكه عم تعمل لكم الوصفات يعني عم زينه أكون... عوده بتقول لك بتحبك كثير <تصفيق> <تصفيق> يلا خلينا ناخذ الوصفه فتة الدجاج رح نحتاج لأربع صدور دجاج من الوطنية ثلاث أكواب من مرقة الدجاج نص كيلو لحم خروف مفروم 3 رغيف خبز مقطع مكعبات كوب أرز من الكرم خمسة سنتوم مهروس ربع كوب كزبرة مفرومة 2 معالق كبار من خل الأبيض من كرم صنوبر أو لوز للتزيين وللبن الفتى رح نحتاج لعلبة لبن نعاج كبيرة 2 سنتوم مهروس ورشة ملح أنا حبيت المقادير وحبيت إنه في أشياء غير عن اللي يعني أنا بعملش فتة دجاج بس عن جد بتفرق شوي، يعني أنا ما بحط عليها لحمة، بحطش الخل، هدول كلياتهم رح نسألك عنهم لما نعمل الفتة، إحنا أخذنا المقادير وحبيت هيك أدردش أنا وياكي، أه هلا أه ندى أنت أم وزوجة، إحكي لنا إيش إيش أه بتعملي بالعادة، إيش الأكتيفيتيز؟ أه شوفي أنا كثير اشتغلت بعد ما تخرجت ولأني كثير لفيت وقت مع أهلي أه ابوي كان دبلوماسي مم. وموظف حكومه ف تعلمنا من كل بلد كنا فيها بتاخذي الأشياء المنيح حلو. واكلاتها وقديش كنت اشوف امي بتطبخ كنا نعمل الخبز العربي كله هذا وفاء واحنا آه عايشين لانه في اه لانه لا مش موجود 100% مش متوفره حلو آه الشاورما كيف كانت تنحط بالسياخ هذا ايام زمان ايام زمان يعني هلا عم بيعملوها ترند انه يحطوا الشاورما بالسير آه فظيع بس كل هذا ما كنت تجربي قبل لا بس, بس كنت اشوف نظري قال. تجوزت وتركت <تجوزت> المو... <تجوزت> البلد وحطيته قدام الامر الواقع ما في مجال م. واحنا جماعه بنحب الاكل كثير هو اذكى في <applause> أزكى من الاكل <تصفيق> <تصفيق> يعني ما في انه ما في اطيب من الاكل صراحه, <applause> واكلنا واكلنا, وأكلنا يعني كتير. اكلنا بالذات يعني إنتي تغربتي وشفتي بلدان كثير وجربتي كتير اكلات ايش بتلاقي يعني أه جد ايش اكثر شيء حبيتيه شوفي ما في زي اكلنا صراحه وين ما بتروحي قد ما بتروحي بتدوقي اكلات صح طيبه بكل انحاء العالم بتضلي يعني لما بتغيبي بتشتاقي ل للاكل سلطتنا مجبوط. لاكلنا ليخناتنا ف 100% صح عنا تنوع انا بتفق معك وكمان الاء بغدادي بتسلم عليك بتقول لك ازكى فتة دجاج من افخم ندى <applause> والله فتة الدجاج يعني احنا بنستنى <applause> يعني بفتة <الشهادة>. الدجاج حبيبتي <applause> طيب اذا بتحبي ممكن نبلش بفتة الدجاج هلا عاده أوكي. انا حورجيكي الدجاج راح اخذ انا مسلقته آه. قبل بوقت بس بدي اسخنه بدك اجيب لك طنجره آه. او اذا يب. بدك خليك انا بساعدك أنا اي وقت آه. وعشان اللحمه كله عاملته آه مجهزه كل شيء اه طبعًا لأنه هي بتاخذ وقت اه ريفتي. خصوصي سلق الدجاج يعني انت مستخدمه صدور الدجاج ليش ليش استخدمت صدور دجاج آه شوفي صدور الدجاج كثير اسهل اول شيء آه. انا شخصيا ما بحب اي شيء فيه عظم اه فبنفضل دائما انه نصدورة الدجاج واحنا بالبيت بتحبوا الصدور بتحب طيب. الحب الصدور وفيها لما بدك تعمليها طيب. هاي آه هاي شغلت لك هاي هذا بدك تشغليها المرة وهاي هلا كمان شوي بس طيب. بدي احط الدجاج انا هاي في اذا ملقات. في ملقط يلا يلا طيب احنا لبين ما نحط هدول هلا الهل... بدها هل... تسخن الدجاج ندى رح نطلع بفاصل ورح نرجع لكم ورجعنا لكم مع اطيب اكلات مع ندى شو جهزتي حالك وغيرك. يعني وامورك آه هلا خلص راح الخوف لا لا هلا خف خف هي اول اول مره اول, مرة <applause> <وقفة تصفيق> بعدين خلص الواحد بنسى انه يعني انه قدام كاميرا وعلى الهواء ما شاء الله عليك حبيبتي الله يسعدك والله كله نورت الشاشه علي عم بتقول لك يعني حبيت كثير <applause> منو... رشا كمان كلياتهم عم يسلموا عليكي <applause> طيب بتحبي هلا نرجع بدك لنا للو... للفتة آه ولا للسلطة هلا هلا رح اخلطها يلا ما كل شيء عم بتسخن 100% وبعدين بنطبقها بدك اعطيكي شوي شوي منزينها هون قولي لي انا بساعدك مم. انا بحاول احط كل الانجريدينتس مع بعض كل المقادير تكون كلها بتخلطي بعض. اه وبعدين خلص بتزينيهم بتضيفيها هي بتتاكل بارده آه لقمه خبزه آه زي ما بتحبي ما راح احطهم كلهم لانهم شوي كتار اوكي آه اذا حدا بحب البندوره انا كثير بحب الباذنجان شوفي اطيب منه ما في صراحه الباذنجان لانه له طعمه خاصه امم صراحه بيتاكل مع كل شيء هو شي. سبحان الله كيف واحنا صغار ما كنا نحبه وهلا اولادنا نفس الشيء ما نحبه بس فجاه هيك بس بس مره قرات شغله بقول لك انه فعليا اه والواحد وهو صغير في بيكون شيء براعم تذوق ما بيقدر يتحمله فمشان هيك بتلاقيهم ما بيحبوا الباميه ما بيحبوا البيتنجان الملوخيه الفاصوليا آه. كثير بس لما يكبر الواحد بصير هاي بنصير نقدر 100% منوره ندوش من ام فهد الهنداوي طب يلا ابعتوا لنا ايش ايش في كمان اصحابها لندى ايش في شيء ثاني زاكي ما في ما في زي الدعم تبع الاصحاب والناس وكله بس شكله انت مشهوره بالعزايم <applause> وبالطبايخ واصحابك مبسوطين، انا ما خصني انا هاي مو محسوبه. أه اسمعي انا بدك تعزميني؟ لا ضروري شو انتي انتي اهم وحده يارا <applause> حبيبتي أه أه ايش في هي اشياء ثانيه كمان بتحبي تعمليها وبتكوني مرتاحه وانتي عم تطبخيها؟ كل شيء جد مناسف كل مشي. مناسف مسخن مقلوبه كيف انتي بالمكمورة أه هذا الاشي الوحيد اللي لازم من وين احنا يعني اتعلمها خلص هاي انا لازم هاي اعمل بدها لك اياها بدها دراسه مضبوطه خلص مزبوطة. هاي عندي عندي المكموره انا كله دائما بيطلبوها مني اسمعي بيقولوا انها كثير شيء ما ذقتيها انا بعرف انه فيها خبز وفيها هي مو خبز هي عجين وبصل وهي بالاساس لحمه بس صاروا الناس يعملوها بجاج بس هي اللحمه كثير أزكى آه. بس هذا الشيء الوحيد اللي لا لسه ما لا هاي لازم هاي عندي انا معناته خلص لك عندي اكل كل كل اهالينا حبيبتي أم... هلا هاي هيك جاهزه طيب. هيك جاهزه آه. حلو هاي ولا شيء مش عادي حاطه الخضره بتزينيها بشو ما حبيتها صراحه يعني زي, زي السلطه الفلاحيه هلا نذوقها اه هلا بنذوق هلا بنذوق كل شيء احنا اليوم خلص ما في اليوم خلص انتم معزومين على الغداء اه ان شاء الله <applause> طيب ايش اكثر الكوزينز اللي إنتي بتحبي بتطبخيهم غير مطبخنا العربي يعني انت بتكوني مرتاحه فيه آه تطبخي شوفي عائلتك وبيتك بحبوه مثلا الطلياني مم. سهل بس كمان بده طعمه معينه طبعاً. يعني لازم المقادير أي... تكون مزبوطة مش اي سباجيتي بتنعمل مش اي وفليفرز بدها بدها بدك مم. تكوني جد بتحبي المطبخ حلو يعني رحتي ايطاليا رحت جربتي اخذتي اه والله ما شاء الله معناته اكيد جربتي هناك تعملي فريش باستا آه، لا لسه هاي 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 المرحله اللي انا هلا بدي ادخل حلو صراحه بالعكس فيها. انا كثير بحب انه الواحد حتى بدها 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 شغل على بساطه انه اي شيء وقد ما بيعرف بضل يتعلم دائما الواحد طيب الاكل أخير. الهندي من ايدين ندى ما بيتفوت والله يا ندى يعني احنا ما رح نكتفي بهاي الحلقه احنا بدنا كثير حلقات اللي بدكم اياه كل الكوزينز بدك تعملي انا هلا بدي اجيب صحن اورجيكم كيف بفسخ الدجاج مع الرز بكل الهاي بكل ال... مع بعض هيو تفضلي طيب ندى انت مثلا مشهوره هالقد بالاكل وبتحبي تطبخي وبتعملي وعزايم وكذا ما فكرتي إنه بما إنه هلأ نحن السوشال ميديا صارت متاحة للكل وكثير منا يعني انا اصلا بلشت على السوشيال ميديا انه اشارك وصفاتي، اشارك الاكلات اللي انا بعملها <متحدث> أه وشوي شوي الامور بتتطور يعني بصير الواحد يعمل أه فيديوهات أه زي انا مثلا امبارح كنت ممثله بالفيديو اخر فيديو <applause> بس فظيعه ابدعتي فيه الله يسعدك ثانك يو ما فكرتي بهذا الإشي أه يعني لو انه فكرتي جربتي ما جربتي او بتفكري أه صراحة لا يا يعني ما عمره خطر على بالي بس شوفي الطبخ بدك تكوني كمان يعني مو بدك تكوني مرتاحه اه طبعا اكيد اكيد بدك تكوني مطبخك مهيا انا لاني متعوده البس كفوف وبمسك اشياء بايدي فهذا كثير طبيعي أه بدك تكوني بدها وقت بدك تكوني متفرغه تماما مم. طبعا انستغرام بده شغل طبعا بده كتير بده كثير شغل اساليني انا يعني يعني انت اكيد اه هلاك يعني صراحه بس يعطيكي الف عافيه الله يعافيك ما شاء الله حبيبتي. عليكي طب كيف انت والاكلات التقليديه التقليديه يعني زي المنسف المسخن فظيعه طب بقول لك فظيعه بمدح حالي فظيعه طب اعطينا <applause> طريقتك بالمسخن من محمد <applause> البيسي بقول لك <applause> عمو محمد اشتقنا لك أه بدنا تحكي لنا اياها ما خصنا مشاهدين المشاهدين أنا كتير اياها كتير بستعمل أه ميه الدجاج ما بخلي ما بخليه يغب زيت اه يعني مرقة انا الجاج. اه بخلي المسخ هاي ما راح اعطيكم اياها هلا هيك بتاخذوا الريسبي وانا لسه عم بعمل الريسبي آه. الموجوده آه ما راح ما راح <applause> لا هاي <applause> هاي لا هاي <applause> عشان اضل ارجع معناته هاي ندى بتوعدنا بحلقه ثانيه للمسخن خلص بما انه زيت جديد هلا ان شاء الله زيت السنه ان شاء الله يا رب وهي كمان فيحاء الحسن بتسلم عليكي، يا عمي والله يا عمي الدعم غير شكل. هلا انت حطيتي الرز، الرز طبختيه انا شايفه لونه آه شوفي انا الرز آه طبخته بحلتي. قبل بوقت اوكي آه عادة آه مية الجاج بستعملها آه تطبخ بتطبخي فيها الرز زي ما بسلقها وبحط فيها كل البهارات اللي لازمه مم. ورق الغار بهاراتنا العربية كل شيء بهاراتنا العربية كبش قرنفل حبهيل قرفة كل شيء أنا لأنه وإذا بتضل المي عندي أنا بفرزها اه طبعاً أذكى شيء يعني أذكى شيء يعني شي. وبسلق الرز فيها مم. وعادة بستعمل البصمتي لأنه ما كثير بياخذ آه. نشا اوكي حلو عرفتي يعني المصري بدك تغسليه كثير بدك آه. أه وبعدين بفتت الجاج وبتحطي معه وبحطه يعني ندى طبخه الرز بنفس المرقه اللي سلقت فيه فيها الدجاج بنكه فيهم نفس النكهات كل إشي بخطر على بالك بهارات بتحطيها بتحطي بتحطي. اه وبتفسخ فيه هلا بتحط بتسحب أه بت او بت بت بتفسخ منفسخ كل الهاي لانه طبعا صدوره كثير أيوه أسهل, صدورة أسهل. أه بتحطي زياده انا ما بحب بدك. مثلا مع الفته بصراحه احط من الافخاد يعني كتير بحب الدجاج الكامله بصراحه بحب أحبها اه لانها آه. كثير احسن لك شوي سخنه هاي مم. أساعدك بشي؟ بشيء لا انا بدي اياكي هيك تتفرجي علي اليوم انت انا بتحرقص انا دائما دائما <applause> متعودين عليكي انت حبيبتي ايه متعودين عليكي انت اللي بتكوني عادي احنا اليوم اه حبيبتي حبيبتي يا ندى بالعكس انا كثير بحب وبنبسط الواحد يتعلم دايماً. أشياء جديدة من كثير ناس لا طبعا بتضلي لأ انت ب... تتعلمي انت بالبيت بتكون دائما في نكهة معينة مثلا بتحب دائما تجربها وتدور عليها بطبخاتك بتكتشف انك كثير بتكررها بكثير اكلات ما بعرف اذا بتصير معي كثير بتضلي تتعلمي وبتروحي عند ناس واذا اكلهم طيب لازم تقولي لهم تسألي صح لانه كل واحد عنده طريقته عنده بالطبخ. طريقة صح ما في حدا احسن من حدا مية بالطبخ 100% صح بس في هي نكهة قد بتحبي انه اولادك uhm <Tower> في البيت انهم ياكلوا من اكلك خاصه احنا هلا بوقت بزعل بزعل حسيت انا اذا جوزي بيقول لي مثلا اليوم شوي الطعمه متغيره انه اكتئاب اه انا بفكر حالي ملكة الطعمه انا بضل شو رايكم كيف يعطيك يسلم ايديك لازم يضلوا يحكوا بشهي لازم بشهي. تضلوا لازم يعني كل لقمة لازم بشهي تكون دائما أيه. يعني ما بصير تقولوا لي الاكل طالع مش طيب اليوم اه, آه ما بيزبط ما بصير ولا تعليق هلا شوفي خلطنا الرز والجاج حلو اوكي انا هلا م. بحط عاده عليه خل امم الخل هذا اللي كنت اسالك عنه شوفي الخل كثير ضروري آه بيعطيها آه بيعطيها نكهه غير هلا شوفي كمان ميه الجاج م. عشان اكون فيري يعني اكون كثير ايوه بتشربي فيها آه مرقه الدجاج بحط كمان من مية الدجاج آه بطول منها بصفيها بحط فيها اكليل الجبل بجنن وبحط يعني في فيها كتير فلفل حار فبتشرب كلها فلفل حر اخضر ولا اسود؟ آه ما بفرق ما انا بفرق. بحط الـ الـ اللي بتشتريه من هذا الفلفل الحب اه خلص عرفتي؟ آه. آه. آه بحطه وبخليها تشربها اوكي اوكي بسخنها وبعدين بحطها معهم مع بحط معلقتين هم. كبار معهم هلا اوكي هلقى معلقه يلا هي المعالق خدي هي جبنا لك كل المعالق تسلمي تفضلي ايديكي هلا هلا شوفي الخل كمان عاده في ناس ما بحبوا كثير طعمته انا بحط عشان تتشرب عشان تتشرب حبيت انا اول مره يعني بعرف انه فتت الدجاج بنضيف لها جد؟ اه رح اعملها المره الجايه بهاي الطريقه انا آه كثير اشي يعني اهالينا بتذكر يعني. كثير كان انه يحطوا خل آه. بكل شيء انا ما اول مره صراحه ما بعرف فحبيت رح صراحه المره الجايه رح اجربها باضافه آه الخل ومية ومية الدجاج بتحطيها بتعطي نكهه كمان طبعا اه انا بحط مية الدجاج آه هلا بدي اطلع اللبن واحطه أورجيكي كيف بعمله <applause> وفوقه كلياته بنحط شوي <applause> وراح اخليهم اللبن حطيته بالثلاجه هلا من طوله اه دقيقة بس اتاكد انه مفضى اذا لا مستنى هلا اكيد بعد الفاصل مستمع. احنا آه. لسه لانه قربنا نطلع فاصل <متصفيق> ايه رح نطلع فاصل اه <متصفيق> مخرجه <تصفيق> <تصفيق> طيب يلا رح نطلع فاصل نرجع لكم بتكمالة الفتة <applause> ورجعنا لكم ويا ريتكم بتشموا الريحة قد زاكية هلا يعني انت بلشت توتري على انه الكل بده يعرف انه التوقعات يعني آه انها لازم تكون بس انا بقولكم بتشهي الريحه لحالها قصه طيب خلينا نكمل فتتنا هلا آه هل اوكي آه. اللبن بنجيبه وانت حاطه بالمقادير لبن نعاج انا عاده بحبه لانه طعمته بتعطي للاكل صراحه ثانيه آه. وهاي جوجو كمان سفرتها رائعه وانيقه مثلها بتقول لك يا عيني هاي جوجو والله وملكة المنسف والله كثير كثير اشياء حطيتي التومة. حطيت تومة <applause> هلا كمان التومة على هوا قديش انتي انت بتحبي التومة يكون في ناس بتضايقوا منه وانا عادة صحباتي اللي بدايقهم التومة بعمل لهم لحالهم يا عيني والله مدللين صحباتك ايش ما بدهم عيوني لهم حبيبتي طيب وطبعا انت كنت عم تقولي لي برضه انه بتحبي دائما هاي تعمليها قبل بوقت عشان تكون التومه كل شيء بحب اعمله قبل بوقت عشان آه. كل شيء ياخذ طعمته لانه انت لما بتحطي كل المقادير مع بعض مم. بتحسيهم كلهم بخشب 100% بتشربوا بس هو اهم شيء انه يضل اخر شيء التطبيق عشان الخبز يضل مقرمش انه ما يكون هلا ما انا الخبز نسيت اقول لكم كيف انا بطبخه انا ما بقلي الخبز اه هذا مو مقلي لا انا ما بقلي مش انا كل شيء بشوي اممم بصير ادوق أه، بحط عليه زيت زيتون وملح وفلفل وبحطه بالفرن ولا شيء بقليه حتى لكل الفتات والفتوش بجنة. سوري انا بقرش لا انا بقرش <applause> على المايك شوفوا كانه مقلي بجنن صراحه فما بحط ابدا أه، رح احط كل التومه كتير أخافتي طعمه الله يعينكم اليوم لا لا بالعكس حطي على التومه وبعدين الكزبره والتومه كمان قليتها لانه مم. زي المقليه آه،, اه زي شو اسمها بس مطفحه زيت زيتون اه طبعا يعني ما في كله الاكل زيت بده يكون دسم اذا ما كان دسم مو زاكي ما في طعم ما بتحطي فيها سمنه لا ما بسعد. السمنه بت السمنه بتعمل نكهه اذا قليل شوفي انا جديد ومش كل حدا بحبها اه طبعا انا, أنا جديد ثقيله آه، انا ابوي لانه احنا من جماعه الشمال بحبوا كثير كانوا يطبخوا كل شيء بالسمن البيض سمن. أيوة ايوه كل شيء بس وزيت زيتون والزيت زيتون اهم شيء طبعا طب انا حطبقها يلا خلينا نطبقها نطبقها آه يشوفوا أشان. المشاهدين اكيد تفضل احط لك هاي <applause> وبعدين <applause> الريحه <applause> اوريدي صارت واخلاص المناصير بتسلم عليكي وام عادل النمري كلهم سلموا عليك وبقولوا لك السفره بتجنن يسلموا ايديكم ان شاء الله بس هيك يعجبكم الاكل اكيد بعين. لا اكيد لما تعملوها احنا انا هلا شوي بدلق شوي شوي عشان كمان ما يعني لما بدك تحطي ما يخبص. يكون اه, آه يكون ودايما مفرفت. اه, آه ودائما بكون هلا في ناس كثير بحطوا الرز لحاله اه انا هيك بعمل الرز لحال والجاج انا بخلطه مع بعض لانه انت لما بتحطي عليهم الخل وال اه بياخذوا كلهم نفس كل النكهه كلهم بياخذوا نفس النكهه هي هيك حطينا الرز مم. حلو عادةً بحاول ما اخلي ولا إشي اه طبعا وراي بالصحن هذا الإشي اللي بحاول دائما نركز عليه صراحه اه دائما كيف تطبخي على ولا عليهم؟ دايماً. آه في يومين ولا على يوم دائما صح بالضبط بصير بتون اذا مش على يومين يومين ما, بصوت. ما دخلني لا بنفرد <applause> اللبن لونه بجنن آه شوفي طعمته كثير غير لبن النعاش اه طبعا حتى بال بالبدايه من الهاي بدك أظن اجيب لازم لك اللحمه اطفي لك اياها اللحمه, اللحمة. يلا ما بعرف كيف اذا مشاهدينا شايفين كل ال... شايفين السطوات. بس ناقصهم يدوقوا مشاهدينا هاي اللبن هيك حطيناه انا عاده بدوقه كمان لللبن بس اكيد ملحه منيح بيطالبوا فيكي بصفحه على الانستغرام <applause> <applause> انا ما خصني انا يعني انا سالتك <applause> مني لحالي <applause> ورطتك ورتيني. طب شوفي ما فكرتي وهلأ كتير عم بكون في كونسبت اللي هو ما بدي أحكي دروس طبخ على قد ما هم الجاذرينج. بتكون بمكان وبطبخوا مجموعه يعني كوزين معين صح مثلا وبتكوني كانك بتكون قاعده ببيت انا بحب هذا بتعرفي إيه؟ انا لو معي وقت مثلا بعمل هذا الشيء لانه فيه بتسلق طبعاً الواحد طبعا الواحد بيتعلم بتحسي كمان الطبخات اللي بتنحط هي يعني اللي اللي عن جد منتقاه يعني تشغلي حالك باشياء انت بتحبيها ما فكره تعملي شيء مثل هيك أه هيك يعني تعملي قادرة يعني انت هلا من لك كم من يوم عم بتشجعيني ف اه شفتي مش عارفه يعني قادرة انك بس تصيري مشهوره مش بطل تعرفيني لا صح <applause> 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 انت الاساس حبيبتي لا ولو لا يا يا تعرفيني هلا لا يا, يا انت قولي لي من هلا بطلت اعرفك لا لا ابدا بالعكس لا <تصفيق> حبيبتي <تصفيق> بس لا بس عن جد كثير حلو يعني انا هاد بلاقيه خيار للي مش فاضي صور وصفات، صراحة تصوير وصفات كثير آه بياخذ وقت بياخذ وقت بدك تعملي زي يكون كلوب، زي البوك أيه كلوب هو بده يكون كوكينج كلوب كوكينج كلوب، هي اللي بدور اكلك واللي بحبوا أيه يشجعوك واللي بيساندوكي أنا كثير بحب هذا الشيء وكنت مفكرة أعمله حتى على موضوع الكيك والحلو بس مش عم بفضل بس أنت لازم تعملي لأنه كثير مهم آه الواحد آه يكون آه بس أفضل إن شاء الله يا آه رب يجي يتعلم في شغلات آه آه احنا مش كلها كل شيء بنعرفه الناس ما بدها تصير يعني بارعة جدا بس تحب تجربه ولو لمرة تحبي تعيش هاي التجربه عرفتي شوفي حدا زيك عنده محل جامع بعض إحنا. لا 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 <applause> ما في <تصفيق> <تصفيق> ابدا انا رح اعتبر حالي اني انا عم بحكي معك والتلفزيون مش, مش موجود أبداً. أكتر احنا هيك عم نتصرف انت <applause> لانك كثير شاطره بهذا حبيبتي. الإشي، وإحنا إشي مش كثير مختصين فيه وما بدي. أنا بحب آه أتعلم بحب. خلص هاي إن شاء الله لازم أنا يعني إن شاء الله ناوية أعمل هذا الإشي بس هيك الله يعطينا يعني جهد ووقت الجهد والوقت مليون بالمية هلا بتحطي السنوبر هلا بحط السنوبر آه إذا مش متوفر بتحطي اللوز لز. المبروش آه. و... طيب إحنا هيك وصفتنا هيك خلصت ومنظرها بيعقد صراحة وقبل ما نطلع فاصل بدنا ناخذ المقادير تبعت وندى عم بتزين لناخذ مقادير اخر وصفه معنا المهلبية رح نحتاج لست اكواب حليب كامل الدسم من الكرم، اثنين معلقة كبيرة ماء زهر واثنين معلقة كبيرة ماء ورد، علبة قشطة من الكرم وعلبة حليب مكثف محلى، ربع كوب دقيق الذرة، خلصنا فتتنا وخلصنا السلطه والريحه بتاخذ العقل وبدنا هلا شو نعمل؟ المهلبيه حتى المهلبيه متكتكه يا جماعه يعني حتى المهلبيه شفتوا من المقادير ولو تشوفوا اللي جاهزه طيب ننطلع اغراض المهلبيه اقيم عنك هدول اقيم الملح وعدة الفتة اه يلا حاضر هاي الحليب بدي اجيب لهم الفته بدهم يشوفوها شوفوا ما احلاها مش الفتة قصدي المهلبية. المهلبية اه انت قصدك الفتة أنا آسفة شوف أنا سكرت الفتة اه اه يلا استنى بدي أقيم الغطا كامل أحسن يلا أوكي طيب هلا أول إشي بدي خلي هذا الغطا على جنب خليه حليب أه بس الهاي عشان هم يلا أجرب كيف الحليب هاي الحليب هون اه صح إنتي الحليب هون م. لاني حضرتها قبل بوقت يلا اوكي في كاسه هلا بجيب لك م. وين الاكواب هيهم الكاسه بدنا نحط شوفي رح آه أنتي اعمل إنتي انت اعملي اذا بدك نص الكميه آه. آه. عشان نكون وهاي كمية. شوفوا ما احلى هالمهلبيه عاد ما كنا نطلعها هلا بس انا فهمت علي رامي اشي تاني يلا اوكي عادة انا بحط لا كميه يكون في مثلا م. عشر اشخاص او شي بحط م. ست كاسات علبه بس هاني. هلا اليوم رح اعمل لكم نعم أنا عملتها اه وقت لأن لأن لانها بتاخذ وقت رح اعمل لكم نص الكميه شوفوها في <applause> كمان حليب اه يلا هلا أجيب لك اوكي طيب آه بدي اسالك على شغلة اساليني هلا إنتي والعزايم ما انه اكثر شيء مشهورة فيه العزايم <applause> <وكل تصفيق> والله سمح أس... <applause> لا آه بالعاده بتحبي تكون السفرة مثلا آه يعني إنتي من الناس اللي بحبوا سفرته كتير كبيرة تكون آه ولا كبيرة. انه يعني كبيرة. انه يخلص كل شيء لا كبيرة كبيرة لأي درجة يعني مثلا كم صنف اذا عندك مثلا ثمان اشخاص كم صنف بتعمل ما بعرف هلا صاحباتي اللي بتشوفيهم ببعثوا لك بليز اطول دخلت جنس ولا لسه لانه انا زيك انا بحب العزيمه الكبيره لازم يكون عينك تشوفي كثير بس بتعرف انا شو اكتشفت شغله مش منيح اكتشفت انه الضيف بصير مو قادر يركز على الاكلات اللي انت سوري يا ربي قاطع آه. لي حليب يلا هلا بنكمل لك اياه بعد الـ بعد الـ هاي رح احطهم ايوه حطيهم ايوه بكمل الكميه اوكي اه فبقول لك اكتشفت انه آه انه شو اسمه انه انه اركز على اقلل شوي العدد زمان كنت احب كثير السفرة الطويلة احنا تعودنا مع عند اهالينا انه لازم يكون في كثير اكل لازم يكون شو ما كان خلص العين بتاكل والسفرة كثير كبيرة لازم تكون كثير وما بيصير واذا خلص الصحن يعني انك مو عاملة كفاية آه. بس احنا بتعرف وين بتصير المشكلة لما ننوع كثير انا مو قصدي كميات من الصنف الواحد انواع كبيرة بس البطل. حتى الانواع انت بتعبي اللي بده يجي يعني هذا اللي انا قصدي يعني انت بتحيريه اذا انت معروفه انه اكلك مثلا طيب انا و... هذا النقطه اللي بدي احكي لك يعني انه كثره الانواع بيحتار شو بده ياكل لانه شوفي ايامنا هاي الاكل يفضل انك يعني دائما بيقولوا لك الواحد يعمل صنفين مثلا سلطة اثنين آه، آه، أساسيين يكونوا لحمة جاج سمك اثنين آه، ثلاثة مقبلات أيوة. أنه ما ما يكون في من. ما تعبي ما, تعبي المية بالمية شو بده ياكل اللي, اللي, اللي بده يجي؟ انه على ايش بده يلحق؟ بدي اجيب لك الويسك هلا اقول لك انا حطيت عم بتدوري عليه حطيت قشطه علبه مم. وحطيت آه لسه ما شغلتي انت نغرصة. لا ما شغلت ما آه. لازم تشغلي النار ايوه أول لانه لازم يكون كل شيء على البارد على البارد اوكي آه بحط انا حليب محلى هلا رح تحطي نص, حلقة. مص حلقة. حلقة. مص نص. آه. العلبة شوفي في ناس ما بيحبوا يحطوا كثير آه. حلو عشان السكر بالضبط آه اذا ما حطيتي سكر بتقدري تحطي آه. يعني بنقدر نستغني بوصفتنا عن الحليب المكثف المحلى بنقدر نحط سكر تقدر بس تحطي ولا شيء كمان آه. وانت تحطي عسل زي ما بدك مية بعدين على راحتك شح. عرفتي بس احط كمان هاي هاي زينب بتقول دائما محيرتنا يا خلص اذا زعلانين احنا منيجي <applause> <applause> طيب بس انا ايش بطلبوه هم انا بعمل ما أذكى طب يلا ابعثوا لنا يلا هلا نحن رح نحط كل الاغراض حطيت كل الكميه بضل عندنا ماء آه. زهر وماء ما زهر هلا بحطه معاه كله حطي معاه عشان رح ايش؟ رح تخلطهم ندى هلا على البارد تشغلي الغاز وبنرجع لكم بعد الفاصل المهلبية إيه. وإيديك يوجعوكي صح وإنت عم تحركي هي هاي بدك تضلي تحركي كم تضلكم تحركوا تنسخن وتغلي وتفول شوي وتفول وت... تتكثف أكبر. يعني بدك اياها يح... لا لت... تتكثف وبدها بدك تشوفيها شوي طلعت اه هي بدها وقت يعني من مية. بدك تكوني طيب معناته احنا ما ندردش هلا ما في ورانا ايش بتعملي شيء ثاني غير انه انت طباخه ماهره و... وام وزوجه رائعه فقولي لنا ايش بتعملي أه في الحياه انا وندى دردشنا بس انا حابه هي تحكي لكم <applause> انا كثير اشتغلت صراحه بحب م. المره اللي بتشتغل م. وبحب المرة اللي بتحس حالة ما آه ما حالها معتمدة آه على حالها ودائما بعلم بنتي انها تكون دائما معتمده على حالها مية لانه بالميم. باخر النهار صح بالعكس اصلا هذا بيعطي شعور بالثقه كثير كبير بيعطي شعور انسي موضوع الاستقلاليه وهي الاشياء بس هو شيء كثير منيح انك انت بتحس الست بتحس حالها حالة في دي. فاليو غير انها بس موجوده قيمة لحالك صراحه وقيمة للمجتمع اللي حواليك 100% تقدري صح. تقدمي أنا حبيبة ذهب وبشتغل بهذا المجال لي فترة بنحاول <applause> نكون اه ما, ما, ما... بتشتغلي يعني بت ببيع لعدة صانعين ذهب يعني بتعمل الديزاينات أنا لهلا هذا الإشي إن شاء الله لسه غير 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 ال, ال... ال... يعني ال... الاهتمام بالطبخ أه... بس اكمن يعني براند برا الهاي ديزاينرز حلو برا الاردن برا الاردن شوي هون بعينك على شو بتضرب بتساعد يعني بقدر اساعدك انك تنقي اي شيء باي بادجت بدك اياه انه حلو بده بده وقت وبده يعني هذا مش هوايه هذا شغل يعني هذا محتاج هي بدت هواية. هوايه أنا بس هلا عم تشتغليها هلا بشتغلها بس لسه كمان شوي شوي آه، يعني بتعمل يعني كل فتره بكون عندك تعاون مع براند معينه حتى بالاردن لانه في كثير عندك هون ناس اه حلو مصممين طب وانت لك ما بتعملي ديزاين براند بإسمك لسه لانه انا اصحابي هم الديزاين يعني آه، ديزاينرز فانا آه، بدي بروموت okay. ذم لانه انت اخر النهار بدك تدعمي اصحابك راح نحط لكم صفحتها آه عندي آه، آه، اللي بت... موجود فيها هاي ديزاينات بس انا كثير اشتغلت يعني قبل ما شاء الله ايش اشتغلتي قبل آه، اشتغلت عده محلات وبعدين كان عندي آه، سبا كندا اه كانت آه، 10 سنين اه بتذكره ولانه قررنا نسافر فخلينا قلنا آه. بنبدأ عايشين ثاني يلا ان شاء الله دائما موفقه واهم شيء دائما الواحد يعمل الشيء اللي هو بحبه بيكون مرتاح فيه دائما شوفي هلا بس سوري آه. عشان أيوة. هيها بدت تتكثف خلاص هلا شوي بجنن لونها صراحه آه، بنطفي عليها بنخليها تكول داون وبعدين بنخليها تبرد, تبرد شوي وبنحطها هون حلو وبنزينها زي ما بدنا حلو كثير صراحه انا كثير بحب المهلبيه بكون بيكون فيها قشطه اطيب منها ما في واسهل منها ما في سهله وزاكيه انا كثير بحبها هي بسموها الشوام المحلايه اه وبتبردك بتحسي أيوة. حالك بتبردي لما تبيها صح اكثر شيء حبيته عشان تشوفوا قد ايه هي متكتكه ندى نقع اللوز انا آه اللي بنقع اللوز أوه. والمكسرات يعني خلص. بس لازم تنقعي عشان يقدر يتزين هيك لوزايه لوزايه لا لانه <applause> في ناس بحطوا اللوز والمكسرات عادي ناشف انا يعني مثلا زي الكراوية بس عشان يبين ما بتقدري بالضبط يعني زي الكراوية مثلا بتلاقي الكراوية بتجنن بس بحطوا عليها مكسرات مش منقوعة كثير بتفرق طعمتها وهي لماق يعني. كثير بتغير آه شكلها واللوز والجوز ولما يتقشر كله كثير كله كثير بيطلع اطيب كله هلأ هيك جميل هيكايها. جميل جميل جدا في كثير كالسفات. ناس بي عم يعني بيشكروكي على هالسفرة اللي بتجنن وحبوا كثير إضافة اللحمة على, على, الفتة. على الفتة كثير رح تلاقوا الطعمة تغيرت اه ومعجبين في صحن المهلبية يعني كثير انبسطنا قد ايه انت انبسطتي اليوم في كثير كثير وما بتصدقي قد انك انت هيك خففتي وبتريحي يا, يعني حبيبتي لا ولو انت ما شاء الله عليكي واثق من نفسه وبيكون عارف ايش بده يعمل هذا لحاله جزء كثير كبير كنا عم نحكي عن انه الواحد يعمل شيء اللي بحبه يعني دائما انا شو ما كان الشيء بس لازم تكون تحبه لانه اذا ما بتحبه كثير صعب تتحمله ما رح ما رح تقدري تنجحي فيه ما رح تقدري تتحمل أبداً. تعبه يعني أبداً. أنا كنت يمكن قلت لك كنت مهندسه اشتغلت عشر سنين عشرة آه. اه اشتغلت عشر سنين بالهندسه وبعدين استقلت عشان افتح محلي واشتغل بالإشي عليكي. اللي بحبه بس بلشتي بشيء بالضبط يعني فبقولهم لو ما بحبه ما كنت رح اقدر اتحمل الضغط النفسي اللي فيه والتعب لا ما بتكملي ما بتقدر تكمل مية بالمية والله يا ندى كلهم برافو بترفعي الراس ومنورين يعني كثير الناس مبسوطين على حلقتنا اهم شيء هلا انا حطبقها يلا <applause> احنا اه خلاص. حطينا ماء الزهر وماء الورد آه. كله. كله حطيته اجيب لك لا هلا هي لحالها بتنزل يعني اه هيو أيوه كله نزل ممتاز وبعدين بنخليها لازم تكون بارده تغطي وجهها لا ابدا لانه بفرط لما بتغطي اه والله ما لازم تغطي اي شيء سخن مش زي الكاسترد نحط الوجه هيك عشان ما يعمل قشره <مثل> لحالها هي بتعمل اشياء اه هي بتعمل يعني هي المهلبيه لازم تعمل اشياء اساسا مزبوط بس بتعمل بس انت بس تغطيها بالفستق واللوز لحالها ما بت يعني بتغطيها وهي بارده ولا بس يبرد يبرد شوي بحط برش يعني اللو... الفستق وبعدين بصف اللوزات زي ما انت شايفه قد ايه وقت وانت بتصفي اسم... رواء بال عن جد رواء بال وانت بتصفيهم بتصيري تفكري ب 100 شغله يعني بدك تعملي إيه؟ هندسه هذا مو اه, آه يعني بيكون آه بالك مرتاح حبيبتي ندى بنحب احنا خلصنا حلقتنا بس قبل حبيبتي. ما نختم حابه تذكرينا بايش عملنا اليوم إنتي خبرينا شو عملنا عملنا سلطه البيتنشان كثير بسيطه هي بس بدك يكون الطعم فيها تحسي انك انت عم تاكلي شيء 100% بارد وفتة الجاج فتة الجاج المميزة والمهلبية والمهلبية, والمهلبية. مع اللوز والفستق يعني بدي أتشكرك كثير على هالحلقة كثير انبسطنا فيكي والله. وإن شاء الله دائما منورتينا وهاي مش محسوبة أنا بالنسبة لي معلومة ما خصني <applause> <applause> انت عزيمه خاصه <applause> حبيبه قلبي تشرفنا كثير فيكي وانبسطنا ان شاء الله انه تكون حلقتنا عجبتكم بنشوفكم ان شاء الله انا بشوفكم الاربعاء الجاي مع تمارا اشتقت لها كثير لها تحيه وصحتين الف هنا <applause>